اهلا وسهلا، مرحبا بكم في هذا فيديو جديد. اليوم النهار ديال انتقال، هو غيتحول دابا. انا كنت في الخدمه، يلا جيت دابا الدار كي دايره. صافي كنقسموا دابا الديور. شوف هلو حبيبه. بلاتي نوريكم. اجي صالون هو جبت معايا هانزي. Keşke ben de gelsem size beyazı. Çok seviyorum ben beyazı, biliyor musunuz? Gel. طلع الفوق نشوفه. هاتي مازال ما ها ناموسيه وحده غادي يديها. كل شيء تجمع العاب كل شيء. البيت خوا كيف ما قلت لكم نصيب، كل شيء نصيب. كيف ما قلت لكم الزواج نصيب، الطلاق نصيب، شي كيتزاد كيتولد من جديد، شي كيموت. الحياه هي هذه، ما عندنا ما نديرو. الانسان اللي ما كيتفاهمش بعض النقاط وما كيلقاش ليهم الحل، فالحل الوحيد هو كيكون الفراق. ما عندنا ما نديرو. سخفت دابا. صافي رجعوا الرحيل وكل شيء وهودوا ودخلوا في الكاميو وداكشي. انا الكاميو مشى سبقهم. انا دابا غادا نمشي انا وهازيل حدا، غنقلب على واحد الدار نشوف عاوتاني، نشوف هذيك الدار اللي كنت شفت واش في النصيب ولا ماشي في النصيب. ما عرفتش مازال، ما خديتش القرار الاخير زعما. غنمشي نشوف عاوتاني شي ديور تما. يا خوتي هادشي ديال التحوال شحال صعيب، واحد خصو ياخذ قرار وكيبقى بلا، كيبقى متردد. فدابا غادي يحطني انا وهازيل قريب للمحل بزاف بزاف، غيحطني انا وياها وغنبقاو ندور عاوتاني شويه نشوف واحد الاعلانات شفناهم ونعيطو ليهم ونشوفوهم تاني. فهما غادي يمشيو دابا تابعين الكاميو، غيدي الدراري حتى همايا باش يلا يلقى الدار وداكشي. هادشي اللي كاين نتوما معانا. اسماء الوجه باين فيه العيا. مهم بنات، الخبر السعيد اللي سعدني دابا حاليا هو مشى هو ولادو للدار باش يقاد الدار وداكشي، دا ولادو باش يلعبوا مع مرات ولاد مرات لوسي ولاد عمهم. فانا كريت الدار، ها هي الحمد لله كريتها، جبت معايا سويرتاتي. دابا عاد غنمشي نهزهم ومايا هاد الليله، قالك غيدوزها في الدار، مازال شي حاجات اللي خصو يديهم وداكشي. انا كريت داري دابا، كريت داري دابا الحمد لله. هذيك اللي كنت وريتكم نيت هي اللي في النصيب، لانني شفت شحال قلبت 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 معايا مسكينه هذه، عيات معايا تعبت معايا وجلات معايا حتى هي مسكينه تحولت. 3 ايام هذه دابا باش تحولت، كان خاصها ضروري حتى يتحول. نيت ومسكينه تعبت معايا، والحمد لله هذه هي اللي كانت في النصيب. اذا كل شيء سير غير بالنصيب، سير غير بالمكتاب. والله هي اللي كنت شفتها وعجباتني وجاتني بحال ما عادش حسيت بداك الدفء في هذيك الدار. ومشيت شفت دور شحال وشحال وشحال وشحال، اكثر من 20 دار شفت، لكن يعني هذه هي اللي كاينه في النصيب.
فدابا انا غنعيط ليه غنقول ليه واش نجي نجيبكم دابا شحال دابا 4:30 العشيه واش نجي نجيبكم الا ما كنتش غنجي نجيبهم نمشي نجيبهم نمشي للدار نبدا نجمع شي شويه ديال الحوايج وبشويه بشويه صافي وهاد السيمانه نتحول لداري انا وماماتي الزوينه وليداتي ولادي يبقاو عندي يبقاو عنده مهم ولادي هادشي ما غندخلش هادشي في, في, في اليوتيوب ولادي عند من غيبقاو عند من غيدارو هادشي ما كيخص شي واحد كيخصني انا وياه فقط قراراتنا وصافي كل خطوه خطيتها انتم معايا فيها اي حاجه جديده في حياتي انتم معايا فيها نخليكم تساعدوا دابا نرجع لكم واحد شويه الحاجه اللي بغيت نقول لكم البنات قبل ما نسدو هذا الفيديو نتحدث انا وياكم شي شويه الحاجه اللي كيف ما قلت لكم بغيت نقول لكم هي انه ما تخليوش شي حاجه في الدنيا انها تاثر فيكم ولا تقولوا صافي طلقت هذه هي نهايه ديال حياتي ماشي نهايه العالم ولا نهايه حياتك الطلاق بعد مرات كيكون هو النقطه ديال الانطلاقه ديال المراه وديال الرجل في نفس الوقت لكن كل شيء كيكون بيدك انتيا انتي اللي بغيتي تدمري نفسيتك كدمريها لا ما بغيتيش تدمري نفسيتك وبالعكس تخلي هذه تجربه وتقويك كل شيء بيدك انتيا فالنصيحه اللي كنصحكم هذا اللي هادشي اللي كتقولوا لي فعلا كيشرفني وكيفرحني كتقولي ساره انت منبع الطاقه الايجابيه كتعطينا القوه والطاقه الايجابيه هذا شرف كبير ليا وما غنبخلش عليكم دائما من هاد النصائح من هاد التجارب اللي كنمر بها وهاد النفسيه اللي كنمر بها نشارك معكم كل شيء كل شيء كل شيء ما نبخلش عليكم لانني ما كنبغيش نشوف شي امراه محطمه ولا كتفكر سلبي ولا صافي كتجولي تشوف الدنيا كلها كحله في عينيها كتقول صافي طلقت رانا صافي غدل بيا ليام وما عرفتش غندير واكثر ايام اللي كيكون عندها الاولاد ما عرفتش غندير الناس غيبداو يشوفوا فيا شوفه ماشي هذيك شوفه ناقصه الا لا ما يهمكش البشر شنو يقول ما يهمكش الناس شنو يقولوا الناس راه عندهم فمهم كيهضروا راه ما عندهمش شي حاجه يديروها من غير الهضره ومن غير النميمه ومن غير النفاق ومن غير حتى شي حاجه حنا علاش نعيشوا حياتنا على حسب النمط ديال الناس كيف ما بغاو يعيشوا علاش نفكروا تفكير كيف ما الناس بغاونا اننا نفكروا ماشي مجبورين لان حياتنا حنا اللي كنعيشوها ماشي هما اللي كيعيشوها كاينه ولا لا سدي ودنيك ديال بصح سديهم بالقطن سديهم بالقطن من هنا ومن هنا وخلي اللي بغى يقول عليك شي حاجه يقولها انا ماشي كنقول لكم الطلاق هو الحل لجميع الظروف وجميع الحالات ديال عدم التفاهم ولا شي حاجه لا انا ما كنحفز حتى شي واحد على الطلاق لكن كاين شي حاجه كتصلح اللي كتقدر تصلح تصلح كاين شي حاجه ما كتقدرش تصلح راه ما كتصلحش فالحل الوحيد هو الاخير هو الطلاق كيكون هذه هي المرحله اللي انا وصلت ليها لكن كيف ما قلت لكم كل شيء بيديكم ما هو واخا ما تكوني ما مطلقاش كنخاطب نساء اللي كيعانيو معاناه في صمت نبغي نكون انا هي الصوت ديالكم اللي نهضر ما كتقدروش تخرجوا ولا تفرغوا على قلبكم لشي واحد انا غنهضر بالصوت ديالكم باش غتحسوا براسكم بهكا انكم ارتحيتوا نفسيا ومعنويا كاين النساء اللي كيعانيوا في صمت كيعانيوا كل نهار ما كيقدروش يديروا ديك الصرخه باش يسمعهم الناس كيخافوا من المجتمع شنو غيقول عليهم كيخافوا على ولادهم شنو غيقولوا عليهم الناس شنو غتكون النفسيه ديالهم راه كلشي بيديك انتيا كلشي بيديك انتي باش غادا تقهري ليا الناس اكثر واقوى وافتك سلاح باش غتقهري ليا الناس شنو هو هي هاد الضحكه الايجابيه هذا اقوى وافتك واخطر سلاح غتهزيه معاك وتبقاي ديما هزه معاك وما عمرو ما خاصو يفارقك لا الليل ولا نهار فعلا حنا كبشر ماشي غير كنساء كبشر حنا عندنا احاسيس عندنا قلب اكيد واكيد واكيد كيجي اللحظه اللي كتحسي فيها انك مهمومه مغبونه ممكن تبكي فيها
لكن بكي ما كنقولش لك ما تبكيش، بكي 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 باش تفرغي على راسك باش تريحي نفسك. لكن من بعد هذاك البكاء مسحي دموعك ونوضي جمعي الوقفه وقولي انا ماشي هي هادي، انا ماشي هي هادي، انا شخصيتي قويه وغنوقف قويه امام المجتمع وامام الناس وامام اللي باغين فيا الدقه. هادشي اللي خصك تقولي. كيف ما قلت لك، حتى حاجه ولا حتى شي واحد ما تخليه يحطم لك نفسيتك. عارفي كيفاش تهضري، عارفي كيفاش تدافعي على نفسك، عارفي كيفاش تغيري النظره ديالك للحياه. فكري دائما من الجانب الايجابي. قولي مثلا، مثلا طلقتي، كان خاطب المطلقات دابا، طلقتي قولي هذا الطلاق شنو غيضيف عليا، ماشي شنو غينقصني. ما غينقصك حتى شي حاجه، بالعكس طلاق راه بحال واحد المشروع اللي درتيه وما نجحش. مشروع زواج، مشروع الزواج كيقولوا اصلا، بحال مشروع درتيه وما نجحش، عادي ما غيتنقص منك حتى شي حاجه. واخا يكون عندك الاولاد، واخا ما يكونش عندك الاولاد، حتى شي حاجه ما غادي تنقص منك. ديما خليك ايجابي. قولي هذا الطلاق شنو زاد عليا، شنو ضاف عليا. خاصك تخليه افونتاج ولا ميزه، ماشي ميزه، افونتاج يعني. قولي زادني قوه الشخصيه، زادني ايمان بالله، زادني ايمان بنفسي، ثقه بنفسي. هذا الشيء اللي خاصك تفكري، لانه الطلاق ماشي شي حاجه اللي عيب ولا حشومه. وخط تلقي المره الاولى، المره الثانيه، المره الخامسه، المره السادسه، ماشي مشكل وماشي عيب. غير الناس ديالنا مع الاسف اللي دائما كيفهموا الحاجه عوجه. وبغيت نوضح واحد الحاجه قبل ما نسد هذا الفيديو. هذا الفيديو السابق بزاف للناس اللي ما عجبهمش. انا راه كنقول لكم كنحترم جميع الاراء، جميع اراء على راسي وعينيا، لكن هذا الموضوع كان خاصني نطرق ليه انا وياه بالاصرار ديالو. هو اللي قال لي لانه ما كيعرفش يهضر بالعربيه وبغى يدير هذا الفيديو، ما غيعرفش كيفاش يفسر يفهمكم. فانا هي كنت الوسيله باش نهضر عليه باللسان ديالو. هو كيقول لي، قال لي ها شنو اللي بغيت نقول، شنو اللي بغيت نقول، شنو اللي بغيت نقول، انت فهميهم. وفعلا هذا الشيء كلشي اللي قلته حقيقه، ليس مبالغ فيه. الناس اللي ما عجبهمش هما حرين، ما عنديش زعما مشكل. يعجب الناس اللي ما عجبهمش، راه هما عارفين راسهم علاش ما عجبهمش. البنات اللي ما عجبهمش عارفين راسهم علاش ما عجبهمش، لكن ما كيهمناش، لا انا لا هو. شنو ثاني الحاجه الاخيره، كنشكركم بزاف البنات على الدعم ديالكم وعلى السؤال ديالكم اللي كتسولوا فيا في الانستغرام، كتصايطوا كتصيفطوا لي ميساجات لهلي خطيكم ولا في الواتساب. شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم. انا كتقولي ساره بان مشطون معاك، كي دايره، واش بخير؟ الحمد لله والله العظيم الا بخير. النفسيه هي هذيك مزيانه، حتى كنحسن نفسيتي بنفسيتي براسي، ما كنحتاج زعما شي واحد يحسني نفسيتي ولا. الحمد لله نفسيتي انا هي الطبيبه النفسيه ديال راسي. ديما كوني انت الطبيبه النفسيه ديال نفسك، ديال راسك. ما تحتاجيش شي واحد زعما اللي خاصو هو يواسيك ولا خاصو هو اللي يقول لك شي هضره باش تقولي رب صح عنده الحق. لا، فكري، جلسي بوحدك فكري منطقيا، قولي انا كنتفقص، انا كنتقلق، يعني هذا هو الحل؟ هذا راه ماشي هو الحل. نعيش اللحظه ديالي، نعيش اللحظه ديالي كيف ما انا مع وليداتي مع راسي. خرجي ضربك الهوى، ماشي ضروري يكون عندك الوضع المادي مزيان باش تخرجي ضربك الهوى. الهوى راه ديال الله، راه فابور. فكري منطقيا، قولي نعيش اللحظه، هادشي اللي كندير في راسي، اللي كنقهر راسي، راه ما غاديش تكون هو الحل. الحل واحد النهار غيكون، غير هو خاص الصبر وكثري كلمه الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله دائما وابدا. هذه هي نصيحتي ليك. وصافي، ما بغيتش نبقى نشوف شي وحده فيكم محطمه ولا مدمره نفسيا. انا معاكم دائما دائما دائما. احنا النساء احنا قويات، وخلينا ديما قويات نفسيا معنويا امام المجتمع. وخا يكون اللي يكون مهما كان، خلاوها. كان نقول لكم تهلاو ليا في راسكم بزاف 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 بزاف. وان شاء الله مازال غنبقى ندير معكم فيديوهات بحال هكا تحفيزيه، يعني باش تغيروا نفسيتكم، فيديوهات ايجابيه ان شاء الله. ملي نتحول غندير معكم يعني خطوه بخطوه، كل شيء غنبقى ندير معكم خطوه بخطوه. تشوفوا الدار، كل شيء، كل شيء يعني اللي كيفاش غنجهزها، كيفاش نفرشها، وهذا الشيء اللي كاين. نتمنى نكون ما طولتش عليكم في الفيديو. تهلاو لي في راسكم بزاف 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 بزاف.
كونوا أكيدين أنني كان بغيكم فعلا من القلب. شكرا لكم، شكرا ألف 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 شكر لكم والله العظيم. لك كتكبروا بي وكتفرحوني، الله يفرحكم دنيا وآخرة. بسلام عليكم، تهلاو في راسكم، باي باي.